تلقى مدافع الترجي الرياضي محمد علي اليعقوبي عرض من نادي الكويت الكويتي اللي دربه المدرب التونسي نبيل معلول. الكويت الكويتي يرغب في انتداب محمد علي اليعقوبي في الميركاتو الشتوي القادم اللي يبدا نهار 1 جونفي. هذا الكل في انتظار رد الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي على عرض الكويت الكويتي، خاصه انه عقد محمد علي اليعقوبي مع نادي باب السويقة يوفا في شهر جوان من سنه 2022. ديما مع اخبار الترجي اللي انتصر اليوم وديا على النادي البنزرتي بنتيجه 2-1 في مباراه جمعتهم ملعب 15 اكتوبر. سجل اهداف الترجي كل من اللاعب موسى كوناتي، والهدف الثاني سجله اللاعب فوسيني كوليبالي. هدف النادي البنزرتي الوحيد ماركيه اللاعب شمس الدين بن عامر. نذكروا الترجي كان فاز بنفس النتيجه على منافسه النادي البنزرتي نهار السبت اللي فات بملعب سليمانه.